النادي طبعا بيجهزنا بقالها كتير، يعني بقالنا فتره ان البطوله غايبه بقى عن النادي بقالها 6 سنين، فطبعا الحمد لله ربنا وفقنا، دي بطوله في بدايه الموسم، لسه عندنا كذا بطوله باذن الله ان شاء الله بقيه الموسم. يعني طبعا والله احنا من اول البطوله يعني زي ما بقول لك احنا داخلين البطوله دي حياه وموت، لان احنا البطوله دي بقالها 6 سنين ما دخلتش النادي، فالحمد لله طبعا اللعيبه من اول البطوله والله ما حدش قصر، يعني كله دخل على البطوله اللي هو كله بجد في البطوله، فالحمد لله ربنا كرمنا احنا نكسبها. يعني الحمد لله البطوله كانت غايبه عن النادي بقالها فتره، كان عندنا اصرار ان احنا نرجعها للنادي، الحمد لله اللعيبه عملت اللي عليها، ادت المطلوب منها وادينا رجعنا للنادي ونفرح الجمهور الحمد لله. والله البطوله كان فيه الاجواء صعبه شويه، دول افريقيا معروفه الاجواء، الجو حر هناك، الاكل، الحاجات دي كانت صعوبات تواجهنا طبعا، بس الحمد لله قدرنا نتاقلم عليها وربنا كرمنا الحمد لله. بحب اشكر الفريق جدا، واحب اشكر الجمهور والجهاز الفني، عشان البطوله الاجواء بتبقى صعبه جدا في افريقيا، يعني احنا الصاله ما كانش فيها هواء، يعني كان عباره عن عرق، الكره عباره عن ميه، الاجواء يعني بتبقى صعبه والقعده هناك مش احسن حاجه، فيعني الحمد لله البطوله ما كانتش اسهل حاجه، بس الحمد لله الناس كلها ملتزمه ومحدش خرج بره النص، وكله ملتزم بالكابتن ديفيد بيقول لنا عليه، فكله ماشي على خط واحد والحمد لله ربنا كرمنا. والله الحمد لله طبعا بطوله غاليه جدا زي ما انت قلت، غايبه عن النادي بقى لها 6 سنين تقريبا، معظم الفرقه ما خدتهاش، اول مره تاخدها، فدي حاجه كويسه. بدايه موسم احنا عندنا سنه 6 بطولات، ربنا ان شاء الله يكرم، دي تبقى اول بطوله ونقدر نحقق اكبر عدد من البطولات ان شاء الله. كنا بناخد كل ماتش بماتش، والاجواء كانت صعبه جدا هناك، الجو صعب جدا، الاوتيل ما كانش احسن حاجه، التغذيه، بس احنا نجحنا ان احنا نعمل روتيشن في الفرقه، كل الناس لعبت تقريبا، كل ال 19 لعيب اللي سافروا لعبوا، ودي حاجه كويسه لان احنا واخدينها اعداد للدوري والماتشات عندنا السوبر جلوب ان شاء الله في اول 11، فشايف ان هي بدايه كويسه والناس كلها بقت جاهزه الحمد لله، ما كانش عندنا اصابات، ودي حاجه برده مميزه في الاجواء دي، ما بقاش فيه اصابات، فيعني خطوه مميزه ان شاء الله. كانت البطوله صعبه، كانت يعني كانت معموله ضغط علينا اللي هي بقالها كتير ما دخلتش النادي الاهلي، الحمد لله يعني حاولنا على قد ما نقدر نبذل اقصى ما عندنا في البطوله. البطوله كانت صعبه يعني كاجواءها كبلد وك يعني قاعده هناك في الاوتيل، في الاكل، في الحاجات دي كلها، بس الحمد لله تغلبنا على القصه دي كلها الحمد لله. من اول يوم مركزين في البطوله، حطينا الكلام ده كله على جنب، وكلنا من اول ماتش لاخر ماتش بنبذل اكتر حاجه عندنا الحمد لله، ربنا كرمنا بشكل كويس الحمد لله، رجعنا كلنا سلام الحمد لله. دي اهم حاجه، اللي احنا حتى المدير الفني بتاعنا قال لنا اهم حاجه انا عايز ارجع بيكم سلام زي ما جيت، تبقوا يعني عشان احنا عندنا الفتره الجايه حاجات صعبه، ودوري وسوبر جلوب وسوبر المحلي، كل ده الحاجات دي بتبقى حاطين عليها ضغط، كلنا نفكر، بس احنا بناخد حاجه الحمد لله، احنا ربنا كرمنا يعني بشكل كويس الحمد لله. الله يبارك في حضرتك، طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي وببارك لمجلس الاداره. بطوله طبعا هي بطوله دوري ابطال دوري، يعني غايبه عن النادي بقى لها حوالي 6 سنين، فكان مهم قوي ان احنا نكسب البطوله دي ونرجعها تاني النادي، والحمد لله احنا كنا رايحين مركزين البطوله من اول ماتش لاخر ماتش، ايا كان هنلعب مين كل فريق بننزل نديله احترامه وبنلعب جامد، والحمد لله قدرنا نكسب في النهاية يعني بمكسب كويس. كمان كنا دايما بنتكلم ان البطولة مش لازم عشان فيها ممكن فرق سهلة شوية ولا حاجة احنا نستهتر، لا بالعكس، ندي الفرق احترامها، ننزل نلعب جامد من اول دقيقة لاخر دقيقة، ومش فارق معنا احنا بنلعب مين، هنلعب بنفس الريتم بتاعنا، والحمد لله ده اللي حصل. اول يوم رحنا فيه كان تركيزنا يعني كبير، ان احنا من اول ماتش لحد ماتش الفاينل يعني الحمد لله. انا طبعا بشكر جمهور النادي الاهلي جدا، وبهدلهم البطوله دي، وبقول لهم ان انتوا طول ما انتوا في ظهرنا وبتدعمونا احنا ان شاء الله نعمل كل حاجه عشان نساعدكم.